السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن سلطة كتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير ديالها. هذا هو الشكل اللي قدمت لكم بها. اما بالنسبة للنوغيت اللي قدمتهم حتى هما كيجيو لذاد بزاف وكيجيو مقرمشين. غادي نوريكم الشكل ديالهم. كنتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا اعجابكم. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ونخليكم مع الوصفه. غادي نبدا اول حاجه بالقطع ديال لاداند اللي غادي نحتاجو تقريبا نص كيلو ديال لاداند اللي غسلته وقطعته طراف بهذا الشكل يعني بشكل طولي. عندي كذلك الابزار، الملحه، عندي واحد قطرات ديال عصير الحامض، عندي واحد ملعقه كبيره ديال الموطارد، شويه ديال الصلصه ديال الحار اختياريه، طريف ديال السكنجبير طري، ممكن الا ما كانش عندكم ديروا غير السكنجبير العادي، وعندي واحد ملعقه كبيره ديال صوص الصوجا. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. دابا غادي ندوز نرقد هاد الصدر ديال لاداند. غادي ناخذ الاناء فاش غادي نرقدهم. كنحط الصدر كيف كتشوفوا راه مقطع بشكل طولي. غادي نضيف فيه صوص الصوجا معلقه كبيره. كيسوى عليا ذكرت تقريبا عندي نص كيلو ديال الصدر. غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال الخل او عصير الحامض. شويه ديال الصلصه الحاره اختياريه. موطارد، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الموطارد. شويه ديال الملح، ما غاديش نكثر حيت صوص الصوجا مالح. وشويه ديال الابزار. وغادي نحك سكنجبير طري. من بعد ما قشرتو غادي نحكو باش تحتفظوا به. من الاحسن انكم الا بغيتوا تحتفظوا به مده طويله ديروه في المجمد، وقت ما احتاجيتوه كتجبدوا طريف صغور منه. غادي نحكو. ما نكثروش منه حيت الا كثرنا تيجي مار. دابا غادي نخلط كلشي مزيان. وغادي نخليه من الاحسن انكم ترقدوه مده طويله باش يشرب هاد التوابل اللي درنا، او على الاقل ساعه. انا دابا غادي نرقدو ونخليه واحد من ساعه حتى ساعتين في الثلاجه. ما كنديروش الزيت باش الدجاج ديالنا او لاداند. ممكن تستعملوا حتى الطريفات ديال الدجاج باش الدجاج او ديالنا او لاداند يشرب هاد الخليط اللي درنا. دابا من بعد ما خليت لاداند ديالي تقريبا واحد ساعتين كيف كتشوفوا خليته في الثلاجة، غادي ناخد دقيق كورن فليكس. خديت هنا خديته غير بايدي وكنفرتو بهذه الطريقة باش يبقاو حبيبات غلات شوية بحال هكا، حيت الا طحنا غادي يجي رقيق بزاف، ما غاديش يجي بالشكل اللي بغينا. وعندي كذلك واحد بيضه، غادي نضيف لها شويه ديال الملحه، وغادي نضيف حتى هو شويه ديال الملحه. نخلط البيضه مزيان. دابا غادي ناخذ قطع ديال لاداند نديرهم في الاول في الطائع، نخلطو بعدا من الملحه. كنديرها في الطائع. الزيت درتو كيسخن، غادي نديرها في البيض.
وكنديرها في كورن فليكس. ممكن تدخلوه الفران، ممكن تسرحوا شي ورق الزبده وفي فلاطه وتحطوا قطع ديال لادانت وتدخلوهم الفران. البوطه غادي نقص منها باش يلا يطيب لينا على خاطرو، ما غاديش نخليها مجهده. كنكمل بنفس الطريقه، غادي ناخذ قطعه اخرى غادي نديرها في الطائع. من بعد البيض ومن بعد كورن فليكس. صافي كنكمل بنفس العمليه ومره مره كنقلبو حتى كيطيب مزيان. دابا غادي ندوزو للسلطه اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا واحد زلافه ديال الروز اللي سلقتها مع الملحه، وسلقت معها كذلك جلبانه. عندي كذلك هنا المايس، علبه ديال المايس، شويه ديال الزيتون مقطع دوائر، وعلبه ديال الطون. غادي نحتاج كذلك مايونيز، مطيشه. الكميه دائما كتبقى على حسب الرغبه. عندي هنا واحد بطاطا كبيره مقطعه ومسلوقه مع الملحه، لوبيا خضراء حتى هي مسلوقه مع الملحه، وخيزوه حتى هي مسلوقه مع الملحه. وغادي نحتاج كذلك هاد اصابع السوريمي اختياريين، يعني ممكن ما تستعملوهمش. دابا غادي نبداو بطريقه تحضير. غادي نضيف على الرز وجلبانه المايس والطون والزيتون مقطع دوائر، ممكن كذلك تستعملوا كورنيشو. غادي ندير شويه ديال الابزار، وغادي نستعمل المايونيز. غادي نستعمل الكميه اللي غادي تجمع ليا هاد الروز. غادي ندير مره الاولى جوج معالق يكونوا عامرين. وغادي نخلط مزيان، كنظن جوج معالق كبار عامرين كافيين. صافي دابا غادي نخليها على جنب. خديت هذا الكادر، هذا المول، غادي نحطو في التبصيل ونخوي كمية من الروز. بسم الله. وغادي نضغط عليه باش ياخد الشكل ديال المول. من بعد ما عديت السطح ديال هاد الشلاضه كناخذ لوبيا بطبيعه الحال مملحه، ممكن نضيفوا لها شويه ديال زيت الزيتون والابزار. انا غادي نخليها بحال هكا، وغادي ندير شكل مربع بهذا الشكل. غادي ناخذ دابا شويه ديال المطيشه حتى هي غادي نديرها بشكل مربع. مطيشه حتى هي درت فيها شويه ديال الملحه.
غادي ناخذ شويه ديال البطاطا كنحاولوا المربعات يجيو مقادين دابا هذا شكلها من بعد ما كملتها كيف كتشوفوا غادي نحيدها من المول وغادي ناخذ هاد اصابع السوريمي غادي ناخذ شويه ديال المايونيز وغادي ندهنو على الجناب بحال هاد الطريقه شويه باش يشد لينا الاصابع ديال السوريمي يشدو مزيان كيف كتشوفوا خديتهم قسمتهم على جوج غادي ندير هاد الطريقه هادي هادو هما لي نوغيتس ديالنا او اصابع ديال الديك الرومي كيف شفتو معايا كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاد بزاف غادي نرافقهم الصلصه ديال صوص باربيكيو كتجي زوينه معاهم كتكون خاطره بزاف هاد صوص باربيكيو كتشوفوا ممكن ترافقوا حتى بالكيتشوب ولكن انا كنفضل صوص باربيكيو كتكون لذيذه بزاف هادو هما الاطباق ديالنا كيف شفتوا لي نوغيتس هذا هو الشكل ديالهم النهائي اما بالنسبه للسلطه فالشكل ديالها تيكون بحال هكا كتجي لذيذه بزاف كنتمنى ان الاطباق ديالنا ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوهم ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده